سورة المسد أو المسد، ما هي معلوماتك عن سورة المسد؟ المسد المسد اللي هي سورة تبت يد أبي لهب. الله، في جديد حبل من مسد مفتول يعني من نار يطوق رقبتها. والوصف ده ما وردش في القرآن غير مرة واحدة في الآية. الله، سيصلاها نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. هي بدايتها تبت يد أبي لهب وتب، الوحيد اللي ذكر أبو لهب من قريش بالقرآن. هو كلهم ذكر بالوصف تبت يد أبي لهب، قالوا إن الله كن أعداءه وسمى أنبياءه. من عبد العزة. شنو اسمه؟ عبد العزة. شنو يقرب للنبي هو؟ عمه. والله هو غفر الله له. العمومة مش خليصة يعني، لأن أبو طالب وعبد الله أمهم فاطمة بنت عمرو بن عاصم، هذا في نسب قريش. إنما ده من أم ثانية.